خلينا نروح دلوقتي معاكم نشوف تقرير ثورته كاميرا يحكي أن عن حفل توقيع الرواية الأولى للفنان كريم فهمي تحت عنوان مملكة الموت، والحقيقة أنها أول رواية مصورة وكوميكس في نفس الوقت. خلينا نروح نشوف مع بعض التقرير ونشوف نجاح الفنان كريم فهمي في الكتابة لأول مرة، ونرجع نكمل مع حضرتك. مملكة الموت هي تعالي نعتبرها فيلم بتقراه، يعني انا عامله كوميكس، موجود الكوميكس من زمان، بس انا حاسس ان هو كان احساسي اكتر انا بكتبه ان انا بكتب فيلم، فمصور كانك بتتفرج على الفيلم بالظبط. واللي ساعدني فيه طبعا في الرسومات وميجو عامل كانه اخرجه بالظبط، بس هو في لا مكان ولا زمان وملوش اي علاقه ولا بيرمز لاي حاجه غير ان انا الناس تقراه وتتبسط وتفكر في الكتاب نفسه. أنا مبسوط جدا بردود الأفعال طبعا، الحمد لله رب العالمين، ده رزق من ربنا، لا هقول لك شطارة من حد فينا ولا أي حاجة، بنجتهد وربنا هو اللي بيكرمنا، والحمد لله ربنا كرمنا جدا، ويا رب الحلقات الجاية تعجب الناس إن شاء الله.